السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. سلام لالا إيمان، مرحبا. لاباس عليك دكتور؟ حياك الله لالا. بخير ولله الحمد. تبارك الله عليك، الله يحفظك، الله يزيدك من علمه إن شاء الله يا ربي، آمين يا رحمن. وكنرتاحوا بزاف بزاف الهضرة ديالك، الصراحة كتريح بزاف بزاف الله العظيم، ودائما كنحاول نتصلوا زعما باش نهضروا معاك، ولكن الحمد لله اليوم توفقنا. أعزك الله لالا إيمان. بارك الله فيك، الله يوفقك دكتور. إذا سمحتي عندي شي أحلام بغيتك تفسروا لي. إذا مرحبا. واحدة الأولانية كنت بقى مزوجة، كنت حلمت هكذا في المنام هكذا بحال شفت واحد سيد، هو ما بانليش هذاك السيد تكون هو، مي بحال واحد الكتلة بيضاء هكذا قرانتي. نعم. وكان معايا، وكان راجلي كيعيط لي كيقول لي ايمان هكذا كيعيط لي، وانا قلت له بلاتي انا مع النبي عادل هكذا. نعم. بهذه الهضره هذه قلت له بلاتي زعما استنى انا مع النبي عادل. صافي هذه هي الحلامه كانت. اييه هذه هي الاولى. الثانيه كنت من مرة ما طلقت. ثانية كانت عندي، كان هذا حلمت هذاك السيد اللي كنت مزوجة به، جا السيد لي هكذا بحال أنا جالسة قدام واحد الطابلة، هو جا السيد لي واحد الشرتلة ديال المفاتح هكذا. نعم. جا وسيبهم على ديك الطابلة ومشى. نعم. وحدة ماشي بزاف عاوتاني، غير ماشي بزاف، ماشي تا وكيل يمكن شهر هكذا ماشي مكمل واش حلمتها. حلمت هذاك السيد عاوتاني اللي كنت مزوجة به نيت في هذيك الدار اللي كنا ساكنين بها فيها. حلمت هذيك الدار مريبة، السقف ديالها ما كاينش، الحيوط ديالها تقريبا فيها غير واحد جوج حيوط، واحد هكذا وواحد هكذا، وهو هذاك والحيوط اخرين غايبين هكذا مريبين هابطين. نعم. وهو هذاك السيد بوحديته واقف هيدا بحال واحد الحيط هيدا، كي بحال كيغسل في هذاك الحيط هذاك واقف بوحديته. ومشيت انا زعما كانوا معايا هكذا جوج ديال الناس، جوج نساء ما كنتش عاقله عليهم، المهم كانوا معايا شي جوج ديال النساء هكذا. مشيت طمنت عليه هكذا، وملي جبرت هذيك الحاله هذيك وانا نرجع في حياتي ما شاء الله. هادو هما الاحلام اللي حلمتهم. يا لالا ايمان، هما كيلخصوا محطات من حياتك. ربما فاش كنتي متزوجه السيد اللي شفتيه كتله بيضاء، هو لا شفنا كتلة بيضاء في المنام، أكيد أن صاحبها غادي يكون من أهل الخير، لأن البياض في المنام هو كناية على الفطرة السليمة وعلى الصفحة البيضاء وعلى الطهارة والنقاء والصفاء. كونك أنه قال لك قلت لزوجك بأنه مع النبي عادل، بمعنى أنك أنت محفوظة وأنت بريئة ممن نسب إليك، لأن ربما من بعد غتكوني جات طلاق، وهذا الرؤية كتعطيك بأنك أنت بريئة وأنت عندك حسن سيرة وسلوك، ولكن هذا قدر الله تعالى. الرؤية الثانية بعد الطلاق ديالك، شفتي راسك بأنك قدام طابلة والزوجة مالك المفاتيح، يعني أن ما تخافيش بأن الطلاق ديالك، تقولي ربما فاتني القطار. بالعكس، هذا الرؤية كتقول بأن المفاتيح ديال الفراج غيجيب الله تيسير الى سد باب، غيجيب الله ابواب جديده باذن الله ديال الخير. والرؤيه الثالثه، المنزل مريب والحيوط ريبين والزوج كيغسل الحيط، اكيد ان الزوج ديالك ندم ندم شديد على خراب بيته، فالطلاق هو خراب للاسره، وتا واحد ما كيبغيه، فيدل على ان الزوج ديالك بانه حزين وانه مكدوم مما وقع. لو رجعت به الامور الى الوراء ما وصل الى الطلاق. فالله يعوضك خيرا لالا ايمان مما ضاع، ويجمع الله تعالى الشمل ديالكم اذا قدر، والا فان الله تعالى سوف يعوضك خيرا بمفاتيح الفرج. ودعي معنا الله يخليك، دعي معايا ومع الوالده ديالي، عندي شويه الوالده مريضه مسكينه.
لا اله الا الله، الله يشافيها ويعافيها يا ربي، تشافيها وتعافيها وطب في الغيب يا كريم. وانت لا ايمان الله يعود خيرا مما ضاع، وان شاء الله تعالى الخير غادي يجي باذن الله. راه باين بانك الكتله البيضاء، بانك بريئه، المفاتيح اللي رماها الزوج ديالك، مفاتيح الفرج والحيوط اللي مريبه، هو نادم على ما وقع، وان لله وان اليه راجعون. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.